خلص سجلوا في الورق وراحوا عنا، لكن ما حدا دور عليك بعد هيك، زي ما بنكتب شهادة واحد مات واحنا اليوم ناس مت. أنا اسمي حمود سليمان سالم أبو عمرة، سكان خان يونس القرارة، عمري 51 سنة، أسرتي مكونة من 19 فرد، وأنا إنسان عامل، إنسان عايش على الشؤون الاجتماعية، إنسان مريض عندي وغضروف، لا بقدر أطلع ولا أنزل، عندي المرض متصوبة، في عندي مرض مزمن. دمر بيتك ما حدا حس بيك، تركوك وراحوا عنك، السلام عليكم. احنا ما بدنا الكلام هذا، احنا ناس بدنا مأوى. الحمد لله رب العالمين. احنا بلا اول شيء بدنا نرفع شكوتنا الى الله، اول شيء نرفع شكوتنا الى الله. هينا موجودين، لكن مع هذا البيت بعد 3 شهور كمان في المعاناه اللي انا فيها وفي البرد القارس اللي انا عايش فيه وفي هالشتاء اللي انا عايش فيه، بناشد الرئيس ابو مازن، بناشد كل التنظيمات، بناشد كل اهل غزه، بناشد اصحاب القلوب الحيه، انه انا اليوم قاعد في السقعه وفي هالبرد ما حدا حس بيك، عمين الروح؟ مالناش الا رب العالمين، لكن رغم ذلك هيني قاعد ومولع ناري انا والاطفال والاسره كليتها، وهينا قاعدين.